كل لاعبي النادي الاهلي. وادي الهجمه على طول البلاستيك، ادي المحاولات البلاستيك والتسديده جوه جول، هدف جميل ركنها حلوه حلوه حلوه، لاعب البلاستيك على شمال حارس المرمى للنادي الاهلي رمضان مصطفى، لكن هدف جميل فكر وعملها بذكاء لاعب نادي البلاستيك اعتقد انه شريف رقم ثلاثه. ادي بنشوفها في العاده مره ثانيه، وادي ركنها حلوه حلوه زي ما يكون بيركن ضربه جزاء، وهدف جميل وخروج لاسلام محارب ونزول لرقم 43 من النادي الاهلي. شوفوا الراجل عملها حلوه حلوه وركنها بذكاء اكنه بيركن ضربه او ضربه جزاء. طبعا تبديلات كثيره لفريق البلاستيك، هناك احمد شمس ومحمد